من فوضك؟ من قال لك بأن أبواب السيادة مشرعة أمام خرافاتك؟ تصدر الألاعيب والأكاذيب وتصنف على أهوائك. انتبه واحذر وتمعن، إنه العراق سيد نفسه وقائد قراره والحاكم في مؤسساته والمدافع عن ثوابته. قضاء كانت ولا زالت تشهد له أوقات المحن، حمى البلاد وأوقف الخراب واعترض كل المشاريع التي تريد السوء للعباد. استيقظ يا وولتز، فربما أعراض الغيبوبة أوهمتك. نواياكم واضحة وفاضحة، فلا تحاولوا المساس أو الاعتداء ولو بزلة حرف. فالقضاء العراقي فوق كل الشبهات والاتهامات. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذا محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور ماجد مشباس. مرحبا بحضرتك دكتور، أهلا بجنابك دكتور. كل يوم تصريح وتصنيف من الولايات المتحدة وتدخل واضح بالشؤون العراقية، ما هي أسباب هذا التدخل وكيف من الممكن أن نضع حد لمثل هذه التدخلات المستمرة؟ نعم، مرة أخرى تحية طيبة لجنابك الكريم ولكادر قناتكم ومشاهديكم الكرام. وكما ذكرت أنه تدخلات الجانب الأمريكي هي تجاوزت حتى فكرة التصريحات، يعني مثل ما تعرف حضرتك السيادة العراقية كثيرا ما انتهكت من الجانب الأمريكي، وتدري حتى احنا فقدنا قادة وفقدنا أرواح، وكان تجاوز واضح على ضيوف العراق وعلى قادة مؤسسات رسمية بالعراق ومنتسبين بالعراق من قبل القوات الأمريكية، والتجاوز على السيادة واضح. ولكن دعنا في جزئية التصريحات التي صدرت من النائب الأمريكي تجاه السلطة القضائية العراقية. ابتداء، هل هذه التصريحات تمثل الشخص نفسه أم ممكن أن يكون بطريقة وأخرى الكونغرس الأمريكي مسؤول عن هذه التصريحات من الناحية القانونية؟ أقول هذا الرجل هو صرح، مرة تصرح بصفتك الشخصية ومرة بصفتك الوظيفية أو بصفتك المهنية، هو تصريحاته كانت لصيقة بصفته باعتباره عضو في الكونغرس. نعم. الكونغرس الأمريكي، وحتى محاولات السير باتجاه مثلا إدراج مشروع قانون أو عقوبات معينة على أشخاص معينين. هسه راح نرجع أنه شنو القيمة القانونية لهذه العقوبات وإن كانت موجودة. يعني هل إلها قيمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية القانونية؟ أنا أقول بالشق الأول أنه هذا النائب هو لا يمثل نفسه، وإنما هو هسه لا أقول أنه الكونغرس الأمريكي موافق بمثل هكذا تصريحات، ولكن أقول بموجب مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وهذه معمول بها في جميع المدارس القانونية. نعم. الكونغرس الأمريكي مسؤول عن التصريحات التي صدرت عن هذا الشخص، وإن كان هو يمثل نفسه ولكن له صفة وتكلم بهذه الصفة باعتباره عضو في الكونغرس الأمريكي. نعم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، انه شنو اللي ممكن العراق يقوم به غير التصريحات
الشجب والتنديد، ما هي الخطوات القانونية التي ممكن أن يتخذها الجانب العراقي على المستوى الرسمي؟ نعم، ظهر موقف من مجلس النواب العراقي مشكوراً، وظهر موقف من وزارة الخارجية العراقية باعتبارها ممثلة للحكومة العراقية، ولكن هل ممكن أن نتجاوز هذه مسألة التصريحات ومسألة الرفض والوصول إلى مسألة مقاضاة هذا الشخص بموجب القانون العراقي؟ هو نسأل، ما الذي باستطاعة العراق أن يفعله ردا على هكذا تصريحات، وبالتالي حتى نضع حد لاستمرار هذه التصريحات المستمرة والانتهاكات؟ هو لاحظ، تدري، هذا الشخص هو موجود في نظام قانوني، هذا النظام القانوني يعطي حصانة مطلقة للقضاة. يعني في مدرستين رئيسيتين بالعالم بمسألة حصانة القاضي، يعني نحن ننتمي إلى مدرسة الحصانة النسبية، نعطي للقاضي حصانة ولكن في حدود معينة. نعم. الأمريكان والإنجليز حصانة القاضي مطلقة. أنت في ظل دولة تعطي للقاضي حصانة قضائية مطلقة وتؤمن بهذا الفكر وتتجاوز على قضاء دولة أخرى بهذه الطريقة، هذه يعني مسألة لازم نضع أمامها ألف علامة استفهام وعلامة تعجب. البعض لا يستشعر خطورة مثل هكذا تصريحات. أنا أقول خطرة، وخطرة جدا. هي ليست خطرة من حيث الآثار التي ممكن أن ترتبها على القضاء العراقي أو على شخص الدكتور فائق زيدان رئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا، مو هذه الخطورة. الخطورة أنه أنت ما سمعت يوم أنه القضاء يكون مادة للانتقاد أو القضاء يكون مادة للهتك، ما ممكن. لا. لأن القضاء لا في الداخل ولا في الخارج، جميع المواثيق سواء كانت القوانين الدولية أو القوانين الداخلية لا تسمح لك مطلقا، ما لها علاقة بحرية التعبير، مش حرية التعبير، أنت ما تتكلم عن حكومة ولا تتكلم عن أداء حكومي، أنت تريد تتكلم عن قضاء. القضاء من تريد تنتقد أداءه ما تنتقد أداءه بحجة تعبيرك عن رأيك، فقط يعلق على القرارات القضائية في البحوث العلمية، والقرارات القضائية محل الطعن بموجب طرق الطعن المقررة سواء كانت بها بالدولة سين أو بالدولة صاد. أما أن يكون القضاء مادة للانتقاد ومادة للتجاوز بحجة حرية التعبير مثلا، أبدا، هذه الحجة ساقطة بموجب القوانين الدولية وبموجب القوانين الداخلية. طيب، أنا أسأل، يعني على ماذا استند كي يكيل الاتهامات وبالتالي يدعو إلى إقرار مشروع قانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى، و يعني اتهامه باتهامات باطلة؟ لا، هو قبل ذلك أنا فاتني أن أجيب بشكل دقيق على سؤال حضرتك، أنه ما هي الخطوات التي ممكن أن نتخذها أكثر من هذه الخطوات. القضاء العراقي معروف برصانته. نعم. وهو من المدارس القضائية الشامخة والتي دائما ما تكون مادة للبحث العلمي، مو فقط على مستوى العراق وإنما على مستوى العالم، ويشار له بالبنان. نعم. طيب، ممكن القضاء العراقي يقاضي هذا الشخص؟ نعم ممكن، بموجب قانون العقوبات العراقي، أنه هذا الشخص تجاوز على سلطة وهدد نظام الدولة الديمقراطي، وبموجب قانون العقوبات العراقي ممكن تحريك الشكوى على هذا الشخص. ولكن هذه الدعوة هي من الدعاوى الإذنية تسمى، التي تحتاج إذن من رئيس السلطة القضائية، من رئيس مجلس القضاء الأعلى ذاته. يعني القضاء العراقي دائما معروف بسعة الصدر، تدري أنت حضرتك، حتى من الداخل، من الداخل دائما الأخوة في إقليم كردستان مرارا يتكلمون عن القضاء العراقي وهم يحملون صفات رسمية بالدولة العراقية، يتكلمون على قرارات المحكمة الاتحادية ويتكلمون على قرارات القضاء العراقي، وجميع هذه التصريحات التي تصدر منهم هي جرائم، ولكن لاحظنا الجانب العراقي والقضاء العراقي يتعامل بسعة صدر. أعتقد خطوة تحريك الشكوى على هذا الشخص وإعطاء الإذن من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذه تحتاج إلى دراسة، لأنها يعني مسألة لها علاقة بسياسة الدولة الخارجية. جيد دكتور، ما قانونية هذا التدخل أولا، وما تأثير يعني يدعو إلى مشروع قانون؟ بالتالي هل هناك تأثير على شخصيات مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى في حال تم إقرار قانون داخل
الكونغرس للأمريكي مطلقا لا أثر قانوني أصلا، يعني لا تستطيع دولة أن تلزم دولة أخرى بموجب مبدأ سيادة الدول واستقلالية الدول، وهذا الكلام هو كلام في القوانين الدولية وفي القوانين الداخلية. لا تستطيع دولة أن تلزم دولة أخرى بموجب قوانينها. القضاء والسلطة التنفيذية وجميع المؤسسات داخل الدولة لا تأتمر ولا تنتهي إلا بأوامر ونواهي من الناحية التشريعية مشرع هذه الدولة الداخلي. يعني أقصد القضاء العراقي يكون ملزم أمام القانون العراقي فقط والتشريع العراقي، ولا إلزام لدولة أخرى مهما كانت قيمته مثلا وتطبيقه، حتى وإن كان وأنا أستبعد قيمته وتطبيقه تكون خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا أثر لها على العراق، لا على الشخصيات، لا على شخص القاضي فائق زيدان، الدكتور فائق زيدان، ولا على القضاء العراقي. بعد ما يشدد من مسؤولية الأشخاص الأمريكان والمؤسسات الأمريكية التي تنتهك السيادة العراقية. احنا علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية هي ما محكومة فقط بقواعد القانون الدولي العام اللي تلزمك باحترام سيادة الدول. نعم. تدري حضرتك عندنا اتفاقية ثنائية، وهذه الاتفاقية هي أصبحت جزء من التشريع العراقي المصادق عليها، وأقصد اتفاقية إطار التعاون المشترك. نعم. المصادق عليها بموجب القانون رقم 52 لسنة 2008. هذه الاتفاقية في البند الأول منها وفي المبادئ العامة تؤكد بشكل مغلظ على احترام السيادة واحترام القرار الداخلي سواء كان للعراق أو للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما من الناحية القانونية طرفين متكافئين. بعد في البند الثامن من هذه الاتفاقية بند خاص خصص لمسألة التعاون القضائي وإلزام على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم المؤسسات القضائية العراقية وأن تتعاون مع المؤسسات العراقية وإنفاذ القانون. وإذا لاحظ أنه الأمريكان هم من عليهم إلزام بموجب اتفاقية دولية يتجاوزوا على القضاء العراقي. إذن المسألة خطورتها المعنوية أنه هذه سابقة ما موجودة. يعني أنت ما سمعت فد يوم مثلا شخص عراقي ينتقد قضاء مصري أو ينتقد قضاء إيراني، والعكس صحيح. القضاء بعيد عن هذه المسائل. احنا ممكن ان ننتقد الحكومات وننتقد ادائها، لكن القضاء اذا تريد تقدح بقراراته تروح تقدح بقراراته عبر الوسائل اللي خصصها لك القانون فقط. جيد دكتور، اذا تسمح لي انتقل. ينضم معنا عبر الهاتف عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب مختار الموسوي. سيادة النائب مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. اهلا بجنابك سياده النائب. ما هو موقفكم كلجنه علاقات خارجيه بالرد على هكذا انتهاكات بحق العراق ورموز في العراق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا هسه بالنسبه للاخوه النواب، عطله تشريعيه، انا لاحظت هذا الموضوع اليوم، بس مع كل الاسف يعني تدخلات خارجية إذا دخل إلى مسألة، إلى يعني كنا اعطيناهم مجال هسه دخلوا إلى القضاء على رأس يعني الدولة. يعني ما مسموح لأي دولة أو لأي جهة تدخل بقضاء العراق، وإحنا ما نسمح نهائيا هذا الموضوع. سيادة النائب، ما هي الخطوات التي تضمن للعراق عدم التدخل بشؤونه الداخلية ويعني بالمرات القادمة أو مستقبلا؟ يعني واقعا الدولة على يعني بالخصوص وزارة الخارجية ضعيفة في هذا الموضوع بالرد. يعني مثلا قبل ما تجي سفيرة جديدة، سفيرة الأمريكية، سمعتوش تصريحاته. يعني انت بعد ما مستلم المنصب تصريحاتك كلها ناريه ضد الدوله وتدخلش على نظام الشؤون الداخليه العراق. يعني هكذا انطيناهم مجال. مع كل الاسف انا اطلب من اذاعتكم، من وزاره الخارجيه، بحث حركه قويه على هكذا تدخلات.
الخارجية. نعم، عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب مختار الموسوي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لجنابك. دكتور، أعود لحضرتك، كيف تابعت الردود الحكومية؟ هل كانت بمستوى وحجم هذا الانتهاك؟ وماذا على الجهات الرسمية أن تتعامل بحدية أكثر لكي لا يتكرر هذا الانتهاك مرة أخرى؟ عم تدري حضرتك، العراق دولة، ودولة محكومة بنظام ديمقراطي ودولة مؤسسات، وهي تتعامل. أنا لاحظت الرد الحكومي الحقيقة مو مثل ما ذكر السيد النائب. نعم. إنه الرد الحكومي هو هذا رد عبر الطرق الدبلوماسية، ولكن ممكن أن يكون الرد مثلا بمخاطبة مجلس أو بمخاطبة الكونغرس الأمريكي، باعتبار مسؤولية الكونغرس عن هذا الشخص التابع له، ممكن أن يتخطى مسألة هذا الرد الذي هو امتاز بالطريقة الدبلوماسية، يعني خاضع. تدري أنت مسألة الردود والعلاقات الخارجية في بروتوكولات وأعراف دولية وقوانين دولية تحكمها، لكن البيانات تختلف. اليوم إذا تابعنا بيان وزارة الخارجية يختلف عن البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب. نعم حقيقة، لكن ما هو أخطر من ذلك والذي يحتاج إلى تحقيق وتحقيق قضائي معمق، أنا لاحظت قبل أن أدخل مع حضرتك في في البرنامج، لاحظت عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي الأخ الأستاذ مصطفى سند، وبتدوينه على منصة أكس، هو على منصة تويتر، هو ذكر مسألة غاية في الخطورة. ذكر جهات عراقية لها على حد قوله، طبعا أنا دائما قانوني وأتعامل مع الوقائع ولا أتعامل مع الأشخاص، ولكن هذه الواقعة التي أشار إليها السيد النائب تحتاج إلى تحقيق. هو اتهم جهات بإقليم كردستان أنه لها علاقات، وهذه العلاقات مع لوبيات معينة داخل في أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الكونغرس الأمريكي، وهي من تدفع باتجاه لغايات سياسية ولمنافع معروفة كما ذكر السيد النائب. من أجل هذه الغايات يحاول النيل من سمعة القضاء أو ابتزاز القضاء كما ذكر السيد النائب. فأنا أدعو الجهات القضائية المختصة، طبعا في البداية أنه دعوة خالصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه تحريك الشكوى الجزائية بحق عضو الكونغرس الأمريكي وإعطاء الإذن بتحريك مثل هكذا شكوى، لأنه تجاوز على أمن الدولة وعلى سيادة الدولة العراقية، وهو ممكن أن ينطبق عليه قانون العقوبات العراقي. الجانب الآخر أيضا ندعو الجهات المختصة في القضاء العراقي للتحقيق بما ذكره السيد النائب السيد مصطفى سند. نعم. لأنه أنت إذا تتكلم عن أشخاص داخل العراق، الآن المسألة أنت مش تتكلم عن القضاء العراقي، لأنه القضاء العراقي مثلا تعتقد أنه أكو قرار صدرت المحكمة الاتحادية خاص بالرواتب أو بالثروات النفطية، وتعتقد أنت القابض على السلطة في إقليم كردستان هذا فيه إجحاف، وتكلمت على المستوى الداخلي. الآن نحن نتكلم عن مسألة تخابر مع جهات خارجية، مع أشخاص تابعين لجهات خارجية. لا أتكلم أنا، ولكن أتكلم عن ما لاحظته، ما صادر من قبل شخص هو نائب في مجلس النواب العراقي. إذن هذه الأقوال تحتاج إلى تحقيق، وإذا ثبتت هذه الأقوال على الأشخاص والجهات التي تناولها السيد مصطفى سند في التغريدة، فبالتأكيد تحتاج إلى عقوبات، وعقوبات مغلظة. نعم دكتور، شكرا جزيلا لجنابك الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور ماجد مشباس، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا لكم.
إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى أبرز ما جاء في منصة إكس عن تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك وولتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. نتابع. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن سلم رواتب الموظفين بعد لقاء وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب مع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. ومحور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي. مرحبا بجناب. مرحبا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أستاذ رشيد، بداية ما الذي يمنع أن يكون في العراق قانون سلم رواتب موحد لجميع الموظفين؟ شكرا أستاذ محمد. حقيقة هو ليس فقط قانون سلم رواتب، إنما هنالك مجموعة من القوانين قد تتجاوز 100 قانون يجب أن تعدل، وعدد كبير من مسودات القوانين الآن على رفوف مجلس النواب يجب أن ينظر بها. تعديل سلم رواتب أكو إلى علاقة في حدود 30 قانون يجب أن تدرس وأن تحدد، وأن تكون هنالك لجنة متبصرة في هذه القوانين للخروج بنتيجة تخدم هذه الفئة والشريحة. البرنامج الحكومي السيد رئيس الوزراء أحد أهدافه هو دعم الفئات الهشة. إذا الموضوع يحتاج إلى تعديل أكثر من 100 قانون، برأيك راح يتم تعديل 100 قانون؟ فيما يخص سلم الرواتب أكو علاقة به بحدود 30 قانون. زين. يجب أن تنظر هذه القوانين وأن تستخرج منها ما يخدم هالعملية ويطلع بنتيجة ومحصلة نهائية لتعديل قانون أو إصدار قانون فيما يخص سلم الرواتب. بس الحكومة شنو اللي تسوي أستاذ محمد؟ تقول لي أكو طريقة أخرى لمعالجة هذا الموضوع؟ أقول لك نعم،
كيف؟ أولا الحكومة التي تلجأ بطرق متعددة لمساعدة فئات الهشة عن طريق المنح والمكافآت وفي الأعياد في المناسبات للطبقات الهشة، طبقات المتقاعدين، الرعاية الاجتماعية، السلال الغذائية اللي تطرحها الحكومة أيضا هي في الجانب دعم لهذه الطبقات الهشة. اليوم شلون لكنه لا يغني، شلون تقنع موظف اللي راسبه مثلا 400-500 تقول له تعال ابقى انتظر على المناسبات والأعياد حتى تجيك 100,000 دينار؟ هذا ما ممكن اقناع. ولذلك إذا تلاحظ أستاذ محمد اللجنة التنسيقية، وهي اللجنة التنسيقية هي انبثقت حقيقة عن قاعدة ضخمة جدا من المطالبين، وانبثقت هذه اللجنة التنسيقية من خلال إخوتهم اللي انتخبوهم وجعلوهم ممثلين عنهم، مطالبات كثيرة، لكن الموضوع ليس بالهين. أكو قرارات أخرى أستاذ محمد يجب على الدولة أن تتخذها فيما يتعلق بالمصروفات والنفقات للدولة، لأنه دائما أي جنبة مالية يعني مثل ما نقول موضوع يتعلق بالجنبة المالية والصرف المالي اليوم العراق يأخذ فترة طويلة عندنا. لكنه خل أقول لك شغلة واللي يستمع المشاهد، يعني أكو عندنا نفقات كثيرة جدا، رئاسات الثلاث أكو نفقات كثيرة إحنا راقبها من خلال الموازنة، مسودات الموازنة اللي تطلع ونراقبها بالأرقام. أكو نفقات كثيرة جدا إلى الرئاسات، إلى الدرجات الخاصة، امتيازات كثيرة، حمايات كثيرة، مشاريع كثيرة أخرى قد تكون وهمية وقد تكون لا جدوى لها، يجب أن تتوقف ويجب أن تنتهي هذه المشاريع. المشاريع المتلكية أيضا تمثل عبء على الدولة، ولذلك هاي كل أيضا يعني ما أريد أجيب لك رفعاء وغيرها وش قد تأخذ وتستهلك، وهذا حقيقة مثار يعني مطالبات كثيرة بإيقاف رفعاء، يعني مصاريف كثيرة تستهلك هذه. إضافة إلى هذا مثل ما قلت لك الامتيازات، المخصصات، الإفادات، السيارات، الصيانة، الأبنية اللي تستهلكها، كل هذه الأمور. والسيد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة وفي برنامج الحكومي الموجود أوضح أنه سيتم معالجة هذه الأمور، لكنه ما أخفيك معالجة هذا الموضوع ليس بالأمر الهين. بالضبط، وخاصة أنه العراق خلال السنوات الأخيرة يعني في أي انخفاض لأسعار النفط أو أي أزمة اقتصادية ترى هناك الكثير يتخوفون من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين. بالتالي سيد محمد خلي أقول لك هذه الشغلة، يعني مسألة انخفاض وارتفاع النفط أسعاره طبعا مسألة مهمة جدا على الاقتصاد العراقي، لكن أكو مسألة مهمة أخرى، تعدد الموارد يعطي للدولة مكانة اقتصادية. إحنا شوف الآن الدول تتلاعب بينا، وشوف الآن أمريكا، وشوف السفيرة الأمريكية الآن المرشحة شنو أفعالها وشنو يعني مقدماتها اللي أبدتها في الكونغرس وتصريحاتها للعراق، معتبرة العراق في مستعمرة إلها. ليش؟ لأنه مقدرات العراق كلها بيد أمريكا، تصدير النفط كلها بيد أمريكا والفيدرالي. يجب على العراق أن يخرج من هذه الدائرة وأن يعدد موارده المالية. هو أنا اللي أقوله، بما أنه العراق معتمد على مورد النفط فقط، هل تتحمل الموازنة تعديل قانون سلم الرواتب؟ يعني مو بس سلم الرواتب سيد محمد، سلم الرواتب هو الهدف منه دعم الطبقات الفقيرة، يعني من الدرجة العاشرة اللي يبدي مثلا يكون مقترح كان 150% زيادة، لكنه أعتقد أنه تعدل إلى 100% مقترح زيادة سلم الرواتب فيما يكون للدرجة العاشرة وانتهاء إلى الدرجة التاسعة يعني الأولى. طيب 10% مثلا، فهذا هو اللي يريد يعالج. ولكنه أحسب عدد الموظفين اللي عندنا احنا شقد، ثق إذا خفضنا نفقات الرئاسات الثلاث ومرفحاء وغيره والصرفيات الفائضة الحديث يطول عنها السيد محمد، بإمكان الدولة أن تعطي هاي الطبقات الهشة. ما تبقى هاي الطبقات الهشة تنتظر شو وقت تمطر الدنيا وتجيها سلة غذائية، أو مثل ما تفضلت شو وقت تمطر الدنيا وتجيها مكافأة بالعيد. هذه حقيقة هذه النفقات اللي تتحدث عنها ايش قد ممكن تشكل من 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 نسبة أو مبلغ معين؟ يعني أنا حقيقة عندي جداول كثيرة جدا ما أريد يعني أظهرها، لكنه مبالغ كبيرة جدا حتى اللي تثير في النوع من الإشكالات. نفقات رئاسات الثلاثة، حماياتهم، أعداد الموظفين، رواتب الموظفين، مخصصاتهم، سياراتهم، صياناتهم، أنا يعني أتجول وأشوف
السيارات العدد الكبير والهائل من السيارات المتضررة والمتروكة في الجراجات. هذه كلها نفقات، السيارات الجديدة اللي يشتروها، الحمايات، كل مسؤول مع عدد كبير من السيارات والمواكب مالتها، هذه كلها على حساب المواطن. والمواطن الفقير البسيط الكاسب والعامل والمتقاعد البسيط ما يحصل شيء. يعني حقيقة ماكو مثل ما نقول عدالة اجتماعية. فلو أزيلت وتم معالجة هذه النفقات كما يعني صار بها السيد رئيس الوزراء المحترم وكما جاء في برنامج الحكومي، آنذاك يصبح من السهولة جدا إنصاف هذه الشرائح. هذه الشرائح هي القسم الأكبر من المجتمع، ما بين عامل ومتقاعد وموظف بسيط. وده نشوف إحنا مستوى المظاهرات اللي تصير والمطالبات، وأكو خلل كبير جدا أستاذ محمد. يعني أيضا العمالة، الشركات الأجنبية تجي كلها تستعين بالعمالة الأجنبية ورواتب ضخمة، فيما العامل البسيط العراقي والمهندس العراقي للأسف مغبون في هذه الشركات. هذه أيضا نسبة مهمة جدا يعني، ودائما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشير إلى هذا الجانب، أنه العامل العراقي الموظف العراقي مغبون قياسا إلى الموظف الأجنبي من رواتبه. هذه حقيقة مشكلة جدا، شك ما الدولة سيطرت على النفقات. السيد رئيس الوزراء تحدث عن الرواتب المنخفضة وقال استطعنا أن نرفع من رواتب المتقاعدين الذين رواتبهم منخفضة 100,000 دينار الاجتماعية، لكن أفضل من الماكو 100,000 دينار بالنسبة سيد محمد. بالتالي اليوم ليس أفضل من ماكو، ليس أفضل. يعني الرعاية الاجتماعية يأخذ له 170,000، شنو هاي 170,000 لمن ينطي؟ العامل اليوم مثل أقل راتب صار 500,000، 500,000 إذا هو عنده مثل زوجة وأطفال وعنده مستأجر بيت وين يوديها؟ إحنا خلينا نكون منطقيين. الآن الطبقة البسيطة العاملة الرعاية الاجتماعية طبقات الهشة حقيقة تعاني ما تعاني، وخصوصا إحنا أصبح ظروفنا أيضا غير طبيعية. حتى هذا المناخ أستاذ محمد قام يأثر، يعني أكو ناس ما عنده إمكانية أن تزيد الطاقة الأمبيرية من المولدة حتى يتقي شهر هالحر هذا، ماخذ الامبيرين وثلاثة وما يقدر يزيدها. اذا الحلول شنو اذا الدولة ما الحلول؟ الدولة تقلل نفقاتها وتتجه الى الطبقات الهشة والفقيرة بما جاء في البرنامج الحكومي. هذا الحل، يعني حل مثل ما نقول سريع وعاجل وان يكون واقعي. تقليل نفقات رئاسات ثلاثة، عدد الموظفين، رواتب الموظفين، مخصصات الدرجات، السيارات والمواكب. استاذ رشيد يعني نتحدث، يعني يشكل نسبة، هذا الأمر كبيرة واضح، لكن نسبة كبيرة. أعداد الموظفين بالعراق كبيرة جدا، يعني أعداد موظفين في حدود 4 ملايين موظف إذا مو أكثر شوية، وهذا خلل كبير جدا. والدولة أيضا يعني بدأت حقيقة وأصدرت قوانين، قوانين الاستثمار، قوانين في مجال دعم الزراعة والصناعة، أيضا قانون العمل والضمان الاجتماعي الأخير اللي صدر اللي سمح للحلاق وللكاسب والبقال وسائق التاكسي أن يضمن نفسه بالوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. هذا قانون مهم جدا، لكنه للأسف نلاحظ بعض الأحيان جهل في هذا القانون. ولذلك أنا أقترح يعني من خلال قناتكم الكريمة أن تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر الأخرى كل المتعلقة بندوات إرشادية لأصحاب المحلات، الكسبة، الحلاقين، الحدادين، أهل المهنة الحرة، التاكسي، بإمكانه أن يدفع مبلغ بسيط شهريا وأن ينضم إلى الضمان الاجتماعي، وهذا حقيقة يعينه إعانة كلش كبيرة. يعني أنت تعرف أستاذ محمد وحتى يعرف المشاهد الكريم، اليوم المواطن إذا مثل انضم إلى الضمان الاجتماعي ودفع حصته بالضمان الاجتماعي خلينا نقول بالشهر الأول بالنسبة البسيطة المنصوص عليها بالقانون، ودفعها مثل حلاق أو سائق تاكسي أو أبو تشمبر عامل بناء دفعش، لا سمح الله إذا صار عليه قدر بعد ما دفع هذه المبالغ والاستحقاقات اللي عليه للضمان هو يستحق التقاعد؟ هذه بعض الأحيان إخوان ما يعرفوها. فهذا أيضا يجب توعية الطبقات الهشة في هذا الجانب حتى هم نقدر نساعدهم يدفع له ضمان بسيط. نعم. ويكون بجانب الأمين مثل التأمين على الحياة. هذا تقاعد قبل كان إلا يكمل 15 و20 سنة يلا يأخذ تقاعد، والموظف صار عمره لازم 60 سنة ينحل تقاعد ولا يقل عن 15 سنة خدمته الوظيفية وهكذا. الآن القانون أنصف هذه خاصة الشرائح الهشة. ممتاز. فهذه أيضا من خلال قناتكم الكريمة دعوة إلى
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة الضمان الاجتماعي، أن تقيم ندوات ومن خلال القنوات يعني والوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية لتوضيح هذا الجانب. جيد. أستاذ رشيد، بما أنه كان هناك لقاء للسيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مع وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، نعم، ما مخرجات هذا الاجتماع بحسب متابعتك؟ يعني هو الرجل أوضح أنه يجب أن نتعامل مع ما لا يقل عن 30 قانون، 34 بالتحديد، نعم 33 قانون تقريبا، واللجان هذه حقيقة تأخذ وقت، والمسألة ليست مسألة سهلة. تغيير قانون يحتاج إلى دراسات وإلى مقترحات وإلى مجلس الوزراء، يعني دراسة كاملة، ويروح إلى مشورة الدولة، ومشورة الدولة أيضا يروح مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء إلى مجلس النواب. هذا الحديث وقت. وذكر 34 قانون تحتاج إلى تعديل حتى يتم تعديل سلم الرواتب، نعم. هل هي بمثابة رصاصة الرحمة على موضوع لا سلم؟ لا، خل أوضح لك. الدولة إذا تريد تشتغل تشتغل بسرعة، زين، ينزل إلا شرع. خل أجيب لك فهد شغلة. البارحة أنا كان أكو مشكلة لأحد الإخوان، وكان مسؤول، احنا بلقاء مع مسؤولين، نعم، مسؤول وعجبني كلش واشكره اني في مستوى عالي. قلت له فلان عنده فلان مشكله، قال اي احطه بسيارتي وانا اروح. قلت له فلان مسؤول كبير، قال اي احطه، هذا واجبي مسؤول وهذا يشكر، يعني ما حجيب اسمه ولا المشكله. احنا يراد من الدوله اجراءات سريعه وتطبيق سريعه، ويراد ايضا مسانده الكتل السياسيه وجميع التيارات السياسية للسيد رئيس الوزراء في الخطة هذه حتى يتمكن من أدائه. ليس بالأمر الهين، كنا في اجتماع قبل فترة طويلة في جامعة بغداد، وحضر السفير الأمريكي وعدد من السادة الوزراء. فالسفير الأمريكي يعني قال على مود إحنا شلون نطور قوانيننا ونعمل بالعراق، جاب مثال إحدى المعاملات في البصرة للبناء، نعم، في البصرة تأخذ بحدود 30 توقيع، 34 توقيع تأخذ حتى تنجز هذه الإجازة مال البناء. يقول بعد الدراسة إحنا طورناها وسويناها إلى 9 خطوات، وإذا شخص ما موجود من هاي 9 أيضا ما يأثر. فشوف، إذا بالإمكان العمل على تقليص الروتين والبيروقراطية في كل هذه القوانين، وهذا أيضا الموضوع ليس بالأمر الهين. أيضا هناك جانب آخر، اليوم نشوف رغبة أغلب الشباب العراقيين هو أو حلمهم هو التعيين أو الوظيفة الحكومية بدوائر الدولة، نعم. وأنت تعرف أعداد الموظفين في الحكومة العراقية يعني وصل إلى حد الاختناق، أعداد كبيرة وتحدي كبير جدا. الموازنة اللي صدرت شلون نقدر اليوم، ما بها تعيين، شلون نقدر اليوم أنه نرغب هذه الشباب أن يتركوا موضوع التعيين وبالتالي الذهاب إلى العمل الحر أو القطاع الخاص أو غيره؟ يعني يا سيد محمد، إحنا نقول والنادي دائما، لا هو هذا المهم، يعني الدولة يجب أن تخلق فرص عمل من خلال القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص لك يعني أثر كبير جدا في مساندة الدولة في تنفيذ خططها وهم جملتها في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال السياحة. أنت شوف هسه الآن كردستان، أربيل وسليماني أيام العيد كلتنا لاحظنا إيش قد الزخم اللي صار، نعم. ليش منا من السياحة عندنا؟ عندنا سياحة دينية، عندنا مراقد مقدسة كبيرة جدا، وهذه المراقد المقدسة فيما إذا نظمنا من خلال هيئة ومؤسسة مختصة عملية التفويج للزائرين من الخارج وكيفية الاستفادة. نعم إحنا عقائديين وريد ننشر مسألة الحسين ومسألة الأئمة والأنبياء والدين وتعاليم الدين الإسلامي. عندنا تجربة مكة، الزوار احنا رحنا الى مكة الحمد لله رب العالمين، وشفنا مدى التنظيم الكبير الموجود في عملية توفيج الحجاج والاستفادة الكبيرة للجانب السعودي وتوظيفه لخدمة الحجاج والإعمار. يجب علينا ان نستفاد من هذه التجارب وان نستفاد من الزائر الاجنبي اللي يجي لزيارة المراقد المقدسة. وعلى مدار السنة احنا عندنا، على مدار السنة عندنا زيارات، وعلى مدار السنة على عموم العراق سيد محمد عندنا مراقد مقدسة. فاللي يجي يقدر يجي يروح إلى مثلا زاخو، يجي إلى مثلا الموصل، يجي إلى البصرة، يجي أي مكان من سياحة دينية وسياحة ترفيهية، وإحنا الدولة تستفاد منه. عندنا أهوار وعندنا تراث وعندنا كل شيء عندنا، يعني مع احترامي وهذا حقيقة في شيء إحنا نفتخر به، نسمع الفخر من أخواننا كثير من الخارج يزورونه، ونسمع صدى
زيارتهم خلال الأربعينية وخلال محرم. نعم. يعني يجي الزائر من حدوده يدخل معزز مكرم إلا أن يرجع إلى بيته هو معزز مكرم، أكل وشرب ونوم واحترام. بس إحنا نريد، وهذا حق وهذا طبيعتنا المجتمع العراقي، طبيعتنا وطبيعة أهل البيت، يعني أيضا يجب أن تنظم هذه العملية في رأيي. جيد، أنا أسألك شلون نقدر نفعل دور القطاع الخاص وبالتالي اليوم نحول هذه الرغبة من التوجه إلى الوظيفة والبحث عن الوظيفة الحكومية، بالتالي نحول هذه الرغبة إلى القطاع الخاص. هذا السؤال مهم جدا يعني حقيقة. أنا ابن القطاع الخاص، ما أخفيك كثير من القوانين تخدم القطاع الخاص، سواء في الصناعة أو في الزراعة أو في العمل أو في أي مجال آخر. نعم. في الصحة أو في التعليم والجامعات، وقانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 وتعديلاته أيضا بجاذبة، يعني امتيازات كثيرة للمستثمر. لكن المشكلة عندنا السادة محمد، وهذه أتمنى من سادتنا المسؤولين وأخوتنا الأعزاء أن يسمعوها، وهي البيروقراطية. يعني قانون ينزل تخضع بعض الأحيان إلى مزاجية الموظف، وهذا حقيقة له أثر كبير، وهذه إحنا في كثير من الاجتماعات مع السادة المسؤولين نطرحها، أنه ثقفوا الموظف البسيط، ثقفوا الموظف التنفيذي. كثير من الاجتماعات إحنا نحضرها في مجلس النواب، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نشوف أنه كبار المسؤولين بس يحضروها. فأني أكثر من مرة اقترحت على السادة المسؤولين في وقتها، قلت يعني أنا مثل سيد مدير عام حاضر وسيد الوكيل حاضر ما حينفع، أنا أريد الموظف، موظف القسم، رئيس القسم، رئيس الشعبة أن يحضر، لا بس أن يحضر السيد مدير عام معه، بس أن يحضرون هذا الموظفين حتى يشوف ما يدور في أروقة الدولة وما تسعى إليه الدولة من تنفيذ القوانين. كثير من القوانين عندنا جيدة جدا، وإذا ما كان جيدة جدا فهي جيدة وتخدم المرحلة، لكن الخلل عندنا في مسألة التنفيذ من خلال الموظفين التنفيذيين، صغار الموظفين التنفيذيين. وأنا تكلمت في أكثر من مناسبة مع عدد من السادة المحافظين، مع عدد السادة المسؤولين عن هذا الجانب، لأنه إحنا رجال أعمال نواجه هذا حقيقة على الواقع. كونك أحد رجال الأعمال، ما أسباب عدم انتعاش القطاع الخاص بالعراق طيلة هذه الفترة؟ يعني الجانب الأول اللي أعزو آني هو البيروقراطية، لأنه أنت اليوم من تأخذ إجازة مشروع حتعاني معاناة كلش كبيرة. بعض الأحيان المشاريع تأخذ من عندك سنتين، بعض الأحيان المشاريع تأخذ منك سنين عديدة، وهذا حقيقة خسارة. تروح إلى دول أجنبية أخرى تقعد الصبح بالتسعة بالوحدة إجازتك طالعة، وهذه شهود عيان وهذه وقائع استثمارية بكل ترحاب. أنا كنت في دول كثيرة يعني، وكنت في دعوات وأزور هذه الهيئات وأشوف كل الترحاب وكل التسهيلات يقدموها للمستثمر اللي يجي. إحنا للأسف هذه نفقدها، المستثمر اللي يجي نعتبره غنيمة. موظفينا أخوتنا وأعزائنا الموظفين، يعني صغار الموظفين وحتى طبقات يعني متقدمة بالدولة، يعتبر المستثمر غنيمة. ولذلك نلاحظ أنه مدى يتطور عندنا القطاع الخاص، ولكن إذا تطور القطاع الخاص كن على ثقة يستوعب كل هذه الأعداد. إحنا نذكر حرب إيران، حرب إيران كان العراق مشغول بالجبهة، شبابنا يتخرج من الكلية يروح الجبهة. نعم. فكان في حدود 4 ملايين مصري وصل العدد، إضافة إلى الجنسيات الأخرى يشتغلون بالعراق، وكانت عجلة اقتصادية دائرة، إنتاج، حقول دواجن، مشاريع، معامل، بحيرات، معامل أصباغ، معامل ألمنيوم، التنمية الصناعية تشتغل، وزارة الزراعة تشتغل، وزارة العلوم تشتغل، التربية تشتغل، التعليم العالي يشتغل، جامعات واستقطاب. العراق متأخر بالصناعة منذ عشرات السنين أستاذ رشيد. نعم طبعا. اليوم تحدث لي أنه شلون نقدر نعيد إنعاش هذه الصناعة، يعني ما تحدث اليوم لا 10 ولا 20 ولا 40 ولا 50 سنة أبدا، العراق خلال من الثمانينات إلى اليوم ما جارت الدول البسيطة اللي إنعاش الصناعة موجود. أستاذ محمد، نستفاد من تجارب الآخرين، والخطط موضوعة ومعروفة، إحنا اشتركنا في عديد من هذه الندوات، وبالاشتراك مع اتحاد صناعة العراقية، اتحاد غرف تجارية، اتحاد جمعيات فلاحية، كل هاي كنا نجتمع سوية لتطوير العراق. وفي مرة إحدى المرات أنا أيضا يعني كنت في لقاء خاص مع أحد السادة رؤساء الوزارات. نعم. الوزارات، فأيضا كان حديث أخوي، قلت له دولة رئيس الوزراء، أنت إذا تريد تنجح في عملك اترك الكتل السياسية خليها على صفحة، يعني أنت هذول أدرعك. نعم. بس أنت كتنفيذي ممكن أن تلجأ إلى المنظمات والنقابات المهنية، إلى النقابات تجيب مثلا تريد تطور الزراعة،
أجيب أبو كلية الطب البيطري، كلية الزراعة مثلا، نقابة المهندسين الزراعيين، أقول له تفضل أخوي تعال أقعد ادرس لي واقع العراق وقدم لي دراسة لتطوير العراق، لأنه هذه بالنقابة هم ناس مهنيين، وبالنقابة حتكون مختلف الشرائح الاجتماعية من قوميات متعددة ومن مثل ما نقول أحزاب وتيارات، لكن كلهم يشتركون في المهنة، في نقابة الأطباء البيطرة، نقابة المهندسين الزراعيين، مثل نقابة العلوم والتكنولوجيا وهكذا. فأبو جمعية فلاحي أيضا أقول له تفضل أخويا اشترك لي ويا هذه القطاعات الزراعية وانطيني شنو الحلول اللي عندك. أبو اتحاد الغرف التجارية أيضا تعال أخويا أنت انطيني شنو مشاكلك بالقطاع التجاري وشنو تريد تحلها زين. وبالتالي لما تتفاعل هذه وتصدر قرارات بسيطة متوالية وسريعة بالتنفيذ، أنا ذاك ستتقدم خطوات إلى الأمام. أتوقع يعني نحتاج إلى قرارات مثلا تحمي بالنسبة للفلاح. نعم. نحتاج إلى قرارات تحمي الفلاح العراقي. اليوم الكثير يتخوف من الخسارة بسبب البضاعة المستوردة. خل أقول لك سيد محمد، خل أقول لك الفلاح الدولة بدها تقدم له دعم للفلاح، بدها تقدم دعم للصناعة، وبدها تقدم دعم للتاجر، لكن أنا عندي تجارب وقضايا يعني مثل ما نقول ملموسة وصاحب العلاقة موجود يشكي لي. الدولة دا تعطي مجال تحويل خارجي للتاجر، يجي التاجر يسوي إجراءاته الكاملة ويروح إلى البنك مثلا حتى يحول ويستورد بضاعته إلى قيم مختلف الصعوبات. نعم. بدءا من زيادة كل فرص ومنتهان بالبيروقراطية والفساد. زين تجي إلى القوانين، تعليمات البنك المركزي تعليمات سلسة وسهلة جدا بإمكان أي مواطن يقوم. نعم. تجي إلى الزراعة أيضا، شوف الزراعة الدولة انطى الدعم، الآن محصول الحنطة عندنا دعم، لكن نعم. للأسف البعض استغل الدعم وقام يجيب حنطة تهريب من الخارج ويقدمها على أساس أنه حنطة عراقية، وهذه حقيقة الدولة تمكنت من السيطرة نعم. جزئيا عليها يعني. فالدولة تقدم القطاع الصناعي والزراعي والقطاع نعم. الخاص عموما، لكنه للأسف مشاكل كثيرة في التنفيذ، وأنا أعزوها إلى صغار الموظفين نعم. يعني. الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي أشكرك جزيل الشكر. شكرا وسهلا جزيلا لجنابك. مرحبا. إذن مشاهدينا ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز الأخبار. السوداني يؤكد المضي بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. قيادة العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق. هيئة النزاهة تعلن صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بابل. وزارة التخطيط تعلن ارتفاع الحوادث المرورية في العراق بنسبة 28% خلال العام الماضي. هيئة الاستثمار والإجازة استثمارية للطاقة الشمسية بالعراق. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.